كرمت أبو ظبي للإعلام الشركاء الاستراتيجيين وفرق العمل، وذلك تقديرا لدورهم ومساهماتهم في تعزيز عمل أبو ظبي للإعلام خلال العام بشكل عام، ولجهود فرق العمل خلال إكسبو 2020 دبي وشهر رمضان المبارك. وقيم حفل التكريم في فندق باب القصر في أبو ظبي بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين المكرمين ومديري الإدارات والموظفين في أبو ظبي للإعلام. هذا التكريم أيضا يشمل شركاء أبو ظبي للإعلام، شركاء الاستراتيجيين، القطاعات الحكومية وشبه الحكومية أيضا. وفي نفس الوقت طبعا استغلنا الفرصة أيضا أن نكرم الأعمال الدرامية التي ظهرت وما زالت تظهر طبعا عبر منصات أبو ظبي للإعلام خلال شهر رمضان، من فنانين، فنانات، كتاب ومخرجين أيضا وأصحاب كلمة. لذلك اليوم نحن في أبو ظبي للإعلام نتشرف بهذه المناسبة أن نقدم تحية شكر وعرفان لجميع هؤلاء الجنود اللي فعلا استطاعوا أن يرفعوا ويسموا باسم أبو ظبي للإعلام لتكون من القطاعات المنافسة في منطقة الخليج والمنطقة العربية أيضا.